اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الحبايب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم ايه النهارده. واو، مصنع الحلويات الفظيع. هنعمل بقى النهارده كب كيكس وكيك وشكلها حلو جدا، ومعانا كمان اربعه صلصال، علب صلصال بلايدو لون الاحمر والاصفر والبني والازرق. وزن الصلصال جوه 170 جرام. واو، دي شكلها فعلا لعبه كبيره جدا وحلوه قوي. نقدر ان احنا نعمل بقى بيها كب كيك وبسكوت وكيك. ده مصنع جامد جدا للحاجات الحلوه كلها عامه مع بعض. تعالوا بقى ان احنا نفتحه ونتفرج عليه. بصوا بقى الناحيه التانيه شكله عامل ازاي. في ولد وبنوته كده قاعدين بقى بيلعبوا وبيطبخوا بقى مع بعض الكب كيكس والايه والكيك الفظيع، وعليه بقى بيحطوا عليه الزينه بتاعته، بيحطوا عليه ويب كريم، كل ده بالصلصال، فبيعملوا ايه اشكال حلوه جدا. ومعانا بقى زي ما قلت لكم الاربعه علب صلصال. بصوا دي شكلها من جميع النواحي. ده زي محل بقى بيبيع ايه الحاجات الحلوه. اوكي، تعالوا بقى ان احنا نفتحه ونتفرج عليه ونشوف ازاي نقدر ان احنا نخبز بقى الحاجات الحلوه دي ونطبخها مع بعض ونزينها كمان. تعالوا نشوف محتويات اللعبه. بصوا اول حاجه معايا دي بقى ورق اللي هو الصلصال نفسه. هنا دي الالوان بتاعته، ده شكلها على شكل كب كيك. الله، واو، شكلها فعلا جامد جدا. بصوا عامله ازاي. اوكي، دي اول حاجه ما اسمها بلايدو بلاس. كمان بصوا بقى كل الحاجات اللي احنا ممكن نقدر ان احنا نعملها بالصلصال الفظيع بتاع النهارده. دونتس وكب كيكس وايه وكيكس، حاجات جامده جدا. نطلع بقى ده. بصوا دي بقى اللي هي الاشكال كلها احنا نقدر ان احنا نزين بيها الكب كيك بتاعتي. هنا بقى ممكن نعمل بيها بسكوت. هنا بقى بصوا في شكل قوقعه وفراشه ونجمه، الله، وبونبوني وكورفانسون، شكلها فعلا جامد قوي. وهنا بقى في قلوب وكده. اوكي، بعدين بصوا هنا بقى ده الجزء التاني بتاعي. بصوا بقى هنا مكتوب عليه سويت شوب، يعني محل الحلويات. وهنا ده الصلصال بقى، بصوا الوانه جامده جدا. هنا في لون البامبا والاصفر والبني والموف، عشان نقدر ان احنا نعمل بيهم الوان بقى جامده جدا. وايه ده بقى، بصوا كل الحاجات دي بتاعت المصنع دي بقى اللي بنضغط عليها من فوق فتشكل لي الايه الصلصال بتاعي على الشكل الموجود من تحت. وبصوا بقى دي، واو، شكلها فعلا جامد. ده جزء تاني برضو بتاع الصلصال بتاع المصنع بتاعي. ودي بقى بصوا ده شكل بقى القالب بتاع الكب كيك، وده الطبق بتاعي، وهنا في شوك والحاجات اللي بنغرف بيها. واو، دي قطع كتير قوي، شكلها فعلا جامد جدا. بصوا ده، الله، ده الجزء بقى اللي احنا بنشيل فيه الكب كيك بعد ما بنخلصها او الدونتس، شكلها فعلا جامد قوي. في فاضل اي حاجه تانية جوه؟ لا، احنا كده اتفرجنا على كل محتويات اللعبه. هوريها لكم بقى دلوقتي كلها على بعض اهي. بصوا شكلها فعلا جامد قوي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز بقولوا لي رايكم بقى فيها في الكومنتات. طب انا قناه العاب الاطفال هنعمل فيديوهات تانية كتير نقدر ان احنا نجرب ونلعب بقى فيها مع بعض بالكب كيكس الفظيعه دي ونطبخهم. قولوا لي بقى في الاخر ايه رايكم. اتمنى يا اصحابي يكون الفيديو الفظيع ده عجبكم. بليز ما تنسوش انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي. باي باي.